عليكم إخواني أخواتي الأعزاء متتبعي القناة ديالي ماروك توريزم اي كولتور. مرحبا بكم. اليوم غادي نمشي وغادي نسافروا إن شاء الله النواحي ديال زاكورة وديال شقاقة، واحد المنطقة صحراوية بالتلال الرملية ديالها. غادي نديكم إن شاء الله اكتشفوا هذه المنطقة الجميلة جدا. احنا دابا وصلنا للزاكورة و54 درجة ديال الحرارة. كنتواجدو حاليا في واد النعام. بالنسبة اللي ما تعرفش واد النعام فين جا، هو هاد العجب هذا، هي الرملة وتلاي. الا ما عندكش كرابوطاج غير بلا ما تجيش لهنايا، الا ما عندك الكرابوطاج وعندك الشيفور مزيان تعرف الطريق وعرف كيفاش تتعامل مع هذا الرمل هذا الواقع، غير لا تجي. هذا الا بغيتي تغامر تبقى هنايا، تبقى تدفع هنايا في الطوموبيل. هذا هو واد النعم، الطريق ديال الشقاقه. احنا حاليا كنتواجدو في واد النعام مع السائق ديالنا، هو السائق ديالنا سيدير، ومع اجانب من هولندا مصطفى. هذا لبسنا الدراعية ولا مصطفى، هذا والدي. الحرارة شوية النهار بعدا شوية، لا تومبيراتور شوية طايحة، حيت طاحت الشتا البارح في زاكورة، وماشي ديما كطيح الشتا في هذا الوقت في زاكورة. زاكورة هي العاصمة ديال الشمس، 11 شهر ديال الشمس في العام. عرفتنا دابا 120 كيلومتر تقريبا، هذا الطريق هذا القدرون. انا دابا غادي دايرين الرالي ديالنا حنايا، هاد الاجانب غادي يمشيو غادي يباتوا في الخيام في شقاقة. الى عجبكم هاد الفيديو بارطاجيو، وما تنساوش ديروا لنا اعجاب وتابوناو، نجيبكم لكم ديما جديد ان شاء الله. هاد المناطق هادو خاص الواحد يجي لهم شي مره ولا جوج يكتشف المغرب العميق والصحراء المغربيه. والسلام عليكم، مبروك عواشركم. نخليكم تستمتعوا بهذه المناظر الصحراوية الخلابة.
السلام عليكم الخوت، احنا الان تواجدوا على كتبان الرملية ديال الشقاقة. بالنسبة للناس اللي ما عارفين الشقاقة فين جات، هذه هي الشقاقة، تالي طريق في الحميد، حميد الغزلان، هذه محميد ديال مراكش، الحي ديال محميد، محميد ديال بصح. هذا الطريق يتخذ القدره وتبقى شاد لابيست تقريبا شي 60 كيلومتر ديال لابيست، دير تقريبا شي ما يزيد عن 3 ساعات باش توصل لمنطقة كتبانيا الرملية الذهبية. ديك لعبو كريفي، ديك لعبو منين جا راه ولي تابع الله عنه، قاعد يتابع هذيك العقربه، راه ياكلهم مسخوط الولي، راه ياكل العقارب، هذا راه ياكل العقارب، ياكل حتى الحناجه مسخوط الولي. ديك يخلعوا من لا عارف كابن كادوتش فور يولي. يا ناخي يا يزودي من تنت يردر داني كيد التنت كيمشي لا كيمشي تحمق يمشي لا مسخوط وكم طبيعي شتي زيت دي كيفر سانتا زيت ألس زيت زيلا في السلام زيت زيت إيخل دي إيت ألس نعم كيف فور دي ستيك أصلا دي لا لا يدخل لا يدخل ديل دير باس بام سخريكه باس ما تكالو yeah.